ان لوجين عملت الشكل الفرعوني واعتزازها بالزي الفرعوني، وكانت شبه الملكة كليوباترا، وكانت كأنها بتحيي تراث مصر. فمعانا نجمة مصرية راحت في نفس الاتجاه وأحيت الحضارة المصرية بأناقة مصرية ملفتة، وطبعا هي زادت جمال على جمال، وكانت من أهم اللقطات وأهم المشاهد في مهرجان القاهرة السينمائي، وهي النجمة إلهام شاهين اللي كانت ترند برشاقتها وبالفستان اللي بيحمل نقوشات فرعونية. خلونا نشوف هذا الفستان الرائع حقيقي. إلهام شاهين من الفنانات المتميزات، انا اللي بيعجبني فيها دايما ان هي بتلبس الحاجه اللي هي بتحبها، والنهارده وفي المهرجان هي لبست شيء خرافي خرافي، يعني محدش كان متوقع ابدا ان تلبس فستان عليه الخطوط الفرعونيه بالطريقه دي، ولا التناسق في كل شيء حقيقي. يعني هي في الطله بتاعتها فضلت مواظبه ومحافظه على الأقل التفاصيل اللي ادت للفستان جمال وشياكه وثقه. انا بحس ان الهام في الفستان ده هي دي الهام الشخصيه الحقيقيه، هي شخص محب جدا لوطنه، فخور جدا بمصريته، فخور جدا بتاريخه، واعتقد ان هي نقلت ده كله من خلال فستان واحد بس. ده حقيقي ثقافه ورشاقه وجمال ووعي، واسئله كتير اتطرحت بعد وجود الهام شاهين بهذه الطله المدهشه، وكان السؤال هو الفستان ده منين؟ هو ايه؟ هو ازاي؟ فاحنا معانا على التليفون النجمه الجميله الهام شاهين عشان نسالها بقى وتقول لنا السر، والفستان ده يعني اخترتيه ازاي ووصلتي له ازاي، ونقول لك مساء الفل. مساء النور والسعاده، ازيك يا سهير؟ ازيك يا مفيده؟ ازيك يا حبيبتي؟ وانت منورين الشاشه. الله يخليكي، شكرا. بصي، وانا مصممه الازياء دي انا اصلا معجبه بشغلها قوي قوي، مثل مجرد انها الموديل بتاع الفستان ازاي، لا هي رسامه. فهي بترسم الموديل على قد مقاس الفستان، يعني ما ينفعش لا تضيقيه ولا توسعيه ولا تقصريه ولا تطوليه، هو زي تابلوه. ورسوماتها دايما داخل فيها الطراز الفرعوني. طب قولي لي الهام، انت عرفتيها منين؟ يعني شفت شغلها على مين؟ مين قال لك عليها؟ لا ما حدش قال لي عليها، انا كنت في استراليا من حوالي يمكن سنتين ونص كده، وبعدين لقيت على الانترنت حاجه عنها، فسالت عليها وقلت لهم دي فين؟ قالوا لي لا في كل المولات الكبيره وفي كل ولايات استراليا، هي اهم محل، تلاقي المحل بتاع حاجه كبيره قوي، هي براند مهم، يعني هم بيعتبروها هناك بتنافس اكبر البراندات العالميه، يعني اكبر الاسماء في عالم الازياء. فانا لفت نظري، قلت لهم ده مش مجرد فستان عادي، دي فنانه. ففعلا لما سالت عرفت هي رسامه، هي بترسم القماش بتاعها على قد حجم الفستان بالظبط، فالفستان يبقى كانه طابلوه متحدد. فاشتريت منها الحقيقه، كنت منبهره، يعني قعدت كل ما ادخل كل ما اروح ولايه، رحت في السنه دي 3 ولايات اشوف فين محلات كاميلا واروح واشتري من عندها، فبقى عندي كوليكشن الحقيقه رائع. واللون لون رائع كمان، كمان حلو قوي. اللون رائع. السنه دي بقى لقيتها كله، يعني هي اللي قبل كده في جزء من الفرعوني، السنه دي فرعوني صريح، عرض الازياء بتاعها انا بدات اتابعها. فالحقيقه طبعا ايه، ما رحتش استراليا، مش موجوده في اي مكان في العالم، لكن كنت في امريكا، كنت في مهرجان مصري، المهرجان المصري الامريكي للسينما. وانا رجعت يوم مهرجان القاهره، يعني انا جيت الصبح والمهرجان كان بالليل. فسالت في امريكا، قالوا لي في مكان واحد هي عندها محل فيه، فرحت له الحقيقه يعني بالعربيه مثلا ساعتين ونص عشان اوصل للمحل بتاع كاميلا. تعرفي ان في ناس قالت ان الفستان ده كان فستان كاهنه فرعونيه اسمها كارو ماما، قريتي القصه دي؟ لا دي ما قريتهاش، دي حاجه حلوه قوي.
لا بصي، هو انت عملتي بصي انا عملت افورت ان انا عايزه بالظبط. انا معجبه قوي ان انا البس فستان يعبر عن الهويه المصريه وعن انتمائي لمصر وعن التباهي بالحضاره الفرعونيه، الحضاره المصريه القديمه العظيمه، ان انا بتباهى بيها. عايزه فستان لما ادخل بيه المكان اقول كلمه مصر من غير ما اقولها. بالظبط، هو ده اللي انا كنت واعتقد ان وصلت الرساله طبعا. اكتر تعليق جه على الفستان وعجبك؟ لا ده انا جالي كل التعليقات رائعه، كل التعليقات رائعه، وفعلا كانت التعليقات بتقول اللي في دماغي اللي هو انتمائك، هويتك، حبك لمصر، وطنيتك. يعني حتى الحكايه تحولت، ما بقتش حاجه خاصه بالسينما والفن، لا بقت اكتر جذورنا، حضارتنا، انتمائنا، هويتنا المصريه. يعني بقت الموضوع اكبر من الفن، بقت حاجه كبيره شامله اكبر يعني. فحتى انا المفاجاه ليا، اكيد انا عندي اعداء كتير كتير وانا عارفاهم وعارفه اسبابهم وكل الكلام ده، فدول على الفاضيه والمليانه بيهاجموا، فدول دخلوا برضو بس ما قدروش يهاجموا. قال لك رغم ان انا ما بحبكيش، بحبش افكارك وارائك، لكن انا معجب جدا بالفستان، انا معجبه جدا بالفستان. هو احنا بس ما بنعرفش الفستان، ما نقدرش نقول الا انه فعلا اختيار عظيم، اختيار عظيم. وانا عايزه اقول لك هم مش ما بيحبوكيش، هم احنا ما بنعرفش نعبر صح، هم بيختلفوا مع الافكار اللي انت بتقوليها. انت شخص جريء وصريح، وفي ناس مختلفه في الافكار دي، فاعتقد كل الناس بتحبك، لكن ممكن نختلف على الافكار، بس احنا ما بنعرفش نصيغ العبارات. بيربطوا الافكار طبعا بشخصيتي، وفي ناس طبعا عارفه عندها اسبابها، يعني بقى في زي طار كده بينهم وبيني، مش بيننا وبين بعض لان انا ما عنديش طار معاهم. لكن حتى ساعات حاجات انا ما قلتهاش، يقول لك الهام شاهين قالت، ويخش التعليقات طب يا حبيبي مش تتاكد تشوف هي قالت ده فين، يعني طبعا ما بيلاقوش قالت في حته. الهام شاهين مثلا عايزه تدرس في كتب المدارس، طب وانا قلت ده فين؟ ولا انتوا مجانين ولا ايه؟ يعني اي كلام فارغ. وتلاقي مثلا طبعا انا ما بقراش التعليقات لان لا يمكن، ما عنديش وقت، تلاقي مثلا 5600 تعليق، انا هقعد 4 ايام اقرا تعليقات؟ فطبعا دي لجان وحاجات كده. سيبك من الكلام ده، احنا النهارده في حاجه فرحه بمهرجان القاهره واللبس الفرعوني وكده، لكن انا بقول لك حتى دول اللي هم ضد الهام شاهين او ضد ارائها، ضد افكارها او وات ايفر، ما قدروش يقولوا كلمه على الفستان، كلهم اشادوا بيه. يعني انا قلت حتى مش هيدخلوا. وده يعمل لك تحدي في الختام، هتلبسي ايه؟ صعب عليك، صعب عليك المشكلة. هتفتح، انا شايفة ان برضو انتي ست شيك وسيمبل، واعتقد انك هتلاقي حاجة ترد على الروعة اللي انتي عاملاها دي. اعتقد يعني انا بحب البساطة، وكل ما بيبقى فيه بساطة، كل ما بيبقى فيه يعني شياكة وانوثة اكتر. صح، انا بفضل البساطه. يعني انا ما بحبش الموديلات اللي فيها حاجات كتير او شوي قوي، لا مش بتاعتي ومش شخصيتي. انت يعني شخصيتك جميله وبسيطه ومثقفه، واكيد والقلب غالب برضو، وبنحييكي على الرشاقه، بس مش عايزينك تخسي تاني. كويس كده، كفايه لحد كده، كفايه، لان انا تعبت من الخسسان وعملت فيه مجهود، بس الحمد لله من النتيجه. يعني الحمد لله نتيجه رائعه يا الهام. يعني اكبر. وانا نفسي على فكره كاميلا بقى اللي هي مهتمه بالحضاره الفرعونيه، رغم انها ست استراليه، يعني يعزموها بقى في المهرجان السنه الجايه، يجيبوها يعملوا لها عرض ازياء في مصر. يعني انا بحلم اشوف عرض الازياء بتاعها ده، اللي من ضمن الكوليكشن الفستان اللي انا لابساه في المهرجان مثلا عند الاهرامات، عشان يبقى حقيقي المكان صح. يعني وهي عامله مجهود، وهي كوليكشن كامل فرعوني اعتقد، يعني احنا بنضم صوت. فده هيبقى شيء جميل قوي انه يبقى في مكانه الحقيقي. صح. يعني الديكور متماشي مع الازياء، وديكور بقى حاجه عظيمه، يعني عظمتنا وحضارتنا العظيمه ان شاء الله. شكرا. فكره رائعه، وبنشكرك جدا، ودايما مشرقه ومتالقه. شكرا الهام شاهين. شكرا.